بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صدنا زمان ابتعدنا عن سيدنا يوسف، اليوم نبدأ بآيات الله عز وجل ذكرها لنا خلقا لكل مسلم ومسلمة. هذا الخلق يجب أن يتخلق فيه ويقع بين جميع الناس، ولكن الناس يقرؤون ولا يتفهمون. الله عز وجل يقول: وجاء إخوة يوسف. بعدما سيدنا يوسف دخل دار الملك ووزع الميرة وغير مسيرة الحياة، انتشر الفقر في كل بلاد الشام، من مصر إلى الشام انتشر الفقر والجوع والقحط. فلذلك سيدنا يعقوب حكى لأولاده: يا ابني، ما كنتم شايفين شو صاير فينا؟ لأمتى قاعدين؟ خير بابا، شو لازم نساوي؟ قال لهم: ابني، روحوا إلى مصر، في ملك عم يطعم، جيبوا لنا شوية أكل، قاعد ما بقى في أكل. فقالوا له: يا بابا، شلون بيهون عليك تبعتنا لمصر وبتعرف انه اهل مصر اعداء لنا؟ لانه معروف في مصر كانت بالجبابرة، ان هدول جبابرة وبيعادوا الانبياء والرسل، شلون بدك تبعتنا لعندهم؟ قال لهم: بلغني انه تولى ملك عادل يحسن إلى الضيوف، فروحوا لعنده وسلموا لي عليه وبيكرمكم وبترجعوا مكرمين. يلا يا ابني، هيئوا حالكم، هيئهم، ركبهم وودعهم. وخرجوا من فلسطين إلى قاصدين إلى مصر. لوين؟ ما المهم نعرف منين دخلوا، منين، المهم ماذا حصل. دخلوا مصر وجاءوا إلى يوسف، وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه. هون إذا كان ننفسر شوي، قول: وجاء إخوة يوسف فقراء أذلاء فدخلوا على يوسف وهو بهيبة الملك، بهيبة الملك وجلال الملك، فهن بحالة الفقر وهو بحالة الملك. فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. هون في سر، شلون هو عرفهم وهن ما عرفوه؟ لأنه لما أخذوه رموه بالبير
كان عمره 12 سنة وهن كانوا كبار. الصغير لما بيكبر بتتغير ملامحه، لكن الكبير لما بيكبر بتتم ملامحه مثل ما هي عليه. فبذكائه ونور النبوة عرفهم أنه أخوته، أما هن ما عرفوا. فأنه أبهة الملك وجمال الملك وتيجان الملك والذهب، هذا ما بخلي واحد يعرف. لو وقع بنفسهم أنه هذا أخونا بكذبوا حالهم كانوا. فعرفهم وهم له منكرون. طيب، ولما جهزهم بجهازهم، شوف القرآن شلون اختصر، اختصر أشياء كثيرة ما بينها، أنه ما بيتعلق عليها أمر. مشان الواحد منا إذا قرأ القرآن ما يتعلق بالأمور الطفيفة، يأخذ الهدف. فلما دخلوا عليه قال له مين أنتوا؟ قالوا له نحن رعاة من الشام، رعاة غنم، نرعى الغنم من الشام، وسمعنا بأنه عما تطعم الناس، فأتينا حتى نأخذ من الميرة ما تطعمنا. كان سيدنا يوسف كان بنفسه يوزع على كل واحد، كان يعطي لكل واحد مونة سنة، مونة سنة كان يعطيه 4000 كيلو قمح. اللي معروفة بالصاع 60 صاع، و60 صاع في مذهب الحنفي 3900 كيلو غرام. 3900 كيلو غرام يكفوا سنة. فكان يعطي بيده عشان ما حدا يلعب. فبعد ما دخلوا انه اهله وسهل تعوا، مين انتو؟ قالوا نحن فقراء من ارض كنعان، من بلاد فلسطين، جوعانين، جايين نطلب منك شراء القمح. قال لهم ما تكونوا جايين جواسيس، جايين بدكم تشوفوا بلادنا انه فيها فقر ولا ما فيها فقر. جاي قالوا لا، نحن اولاد كرماء، نحن 12 ولد 11 ولد وابونا صديق نبي اسمه يعقوب، ونحن اولاد جايين نعم للاكل. قال له انتو 11 ولد؟ قال له انه شايفكم 10، وين 11؟ قالوا له والله كان إلنا ولد صغير هلك في صغره، مات بصغره، وأخوه أبوه بيحبه كتير مشان يتسلى فيه عن أخوه فخلاه عنده. قال له إذا كنتوا صادقين لما بترجعوا لعندي أنا بزيدكم كيل بعير، بعطيتكم حمل جمل زيادة، إذا كنتوا صادقين بتجيبوا لي إياه معكم، وبتجيبوا لي ورقة من أبوكم، كتاب من والدكم إنه هذا أخوكم، مشان يتمكن منهم ويرجع يلم الشمل الشم العائلة. فعرفهم لهم ممكن. ولما جهزهم بجهازهم، الجهاز تهيئة المسافر، جهز للسفر أو جهز للعرس أو جهز للبيت، كل شيء إذا كان فاقده وبده يهيئه شو اسمه؟ جهاز. فلما
جهزهم بجهازهم قال اتوني بأخ لكم من أبيكم، ما دام عم تقولوا 12، واحد هلاك وواحد عند أبوه وانتو هلا 10، فيا بتجيبوا 11 أو ما لكم عندي كيل أبدا، ما بتاخدوا كيل منه. أكرم وهدد، أكرم وهدد، وهي صفة أهل الكمال، ما بيعمل بالتهديد إنما بالكرامة. قال له بتجيبوا لي أخوكم بتاخدوا، اتوني بأخ لكم من أبيكم. شلون عرف إنه في أخ من أبوهن؟ لما سألهم إنه أنتم منين؟ شو جايين تساووا؟ شو جايين تعملوا؟ مين أنتم؟ كم واحد؟ فبعد ما أخذ التقرير منهم قال لهم جيبوا لي أخوكم يلي من أبوكم، ألا ترون أني أوفي الكيلة، بعطيكم زيادة وأنا خير المنزلين. المنزل نزل الضيافة، أنا أفضل من يكرم الضيوف، بكرمكم كرامة الضيوف، ونزلهم ودللهم وأعطاهم وهيئ لهم النزل وأعطاهم. أما إذا ما بجيبوا لي إياه فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون، لا تقربوا لعندي أبدا، يا بجيبوه حتى يبين صدقكم أو لا تجوا أبدا. قالوا سنراود عنه أباه، نبذل جهدنا مع أبوه بالمراودة، يعني نزخ عليه بالحيال بغير الحيال، بس المهم نحسن نجيبه. سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. نجيب لك إياه، وإنا لفاعلون. اللهم صل على سيدنا. بشوف هلا هون الآية، كنت تنتبهوا القرآن لكل زمن ولكل مكان. اللهم صل على سيدنا محمد. وإنا له لحافظون. اللهم صل على. وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم، جايين يشتروا، ما في مال، في معاوضة، بيعطيه كاسة بيعطيه مقابلها تمر، بيعطيه سطل بياخذ مقابله قمح، يعني معاوضة. فجايبين معهم جلود وجايبين معهم اغراض من البرية جايين، قال لهم رجعوا لهم اياها وعبوا لهم كاس القمح فوقها. فسنراود عنه أبواه وإنا لفاعلون. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. بركي بيرجعون مرة تانية، والقصد من رجوعهم لم الشمل، يجتمع بأخوه ويجيب بعدين أمه وأبوه، واخذوا البضاعة ومشي رجعوا، لكن ما عرفوا شو حاطط لهم بالكياس، عبالهم الكياس وهن عنده، حاطتهم بالضيافة وعبيده عم يشتغلوا، حطوا لهم الأغراض، حطوا لهم فوق القمة. فلما رجعوا إلى أبيهم لسه الحمال عالجمال، قالوا يا أبانا منع منا الكيل، ما بده يعطينا، ليش؟ قال لي إنه عارف إنه نحن 11
وشافنا عشرة ما في العاشر، فبده يشوف أخونا العاشر، أنه لما قلنا له أنه بتحبه حب أنه يتعرف عليه، أنه الابن المحبوب من الأب معناته ابن مرضي، والابن المرضي معناته الله بيكرمه وبيدلله، فبده يشوفه. فأرسل معنا أخانا نكتل. نكتل مو اسم أخوه، في البعض بفكر نكتل هو اسم أخوه، نكتل يعني من الكيل، بعته معنا ناخد كيل جلادي. وإنا له لحافظون. هي أول قصة، نحن خلي لكم إياها لبعدين، بدنا ناخذ شو المهم من هذه القصة حتى ما نطول، بتوفيق الله وفضل الله. هاي القصة شلون بدها تتطبق عليك أنت في حياتك؟ رجل توفي والده وخلف له مال، فأجوا عمومه تسلطوا على هالمال ورموه، ما تعرفوا عليه. في هيك عموم بيعملوا؟ بيعملوا. رموا، أخذوا المال وتركوا، ومضت الأيام، المظلوم نصيره الله، والظالم خصمه الله. فما دام مظلوم الله معك، أكلوا لك المال وتركوك. مرت الأيام، الله عز وجل غير حالك، وسع عليك، أغناك، أكرمك، صرت موظف أو صرت غني أو صرت تاجر أو صرت، عمومك ختيروا وافتقروا، عمومك ختيروا وافتقروا. كيف تعامل عمومك بعد ما بتقرأ هالآيات؟ هي ما تجي لباله الواحد. أنا الله أكرمني، حرموني ومنعوني، والله ما بخليهم يشوفوا القرش مني. لا، عمل حالك معهم انه نسيان، ما بتعرف نقائصهم ولا بتعرف ذنوبهم. اكرمهم ودللهم وزيدهم، فبذلك يجتمع الشمل ويزيد الله العطاء العاطي عطاء، ويزيد الله المذنب توبة وإنابة، فبتكون كسبت ناحيتين، توبة الأخوة عمومك وكرامتك اللي أنت إلها هالمكانة هي. فتوني بأخ لكم من أبيكم، هات وانت صغير أخذتولي مالي تركتوني، أنتوا ما بتخافوا من الله، أنتوا ما كذا، هن ما بيردوا عليه. لو افتقروا ما بيحطوه، ما بيزلوا له. الفقير لازم يجي لعند الغني، اعطيني. اجوا لعند اخوه قالوا له وتصدق علينا، ان الله يجزي المتصدقين. ف المهم ايها المسلم، اذا انسان اساء معك اساءه وأنت ضعيف، ثم بدل الله الحال فأعطاك القوة وأعطاك الغنى والمال وأفقر خصمك، فبماذا تعامل الخصم؟ فهمتوا علي يا جناحي؟ بماذا تعامل الخصم؟ أصحاب الكرم يعاملوا بالفضل والإحسان وبينسوا الإساءة، وأما أصحاب اللؤم بيتذكروا الإساءة وبينسوا الإحسان.
إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمرد. لذلك قالوا ما في شقاء في الحياة يعادل شقاء الفقير إذا صار غنيا. أشقى الشقاء الفقير لما بصير غني، لما بصير غني ما عاد يتعرف على فقير، ما عاد يتعرف على مسكين، ما عاد يتعرف على أهله، صار عنده مال. هذا ابن آدم من الشقاء. أما المؤمن هو الذي يحسن لمن أساء إليه. سيدنا الشيخ محي الدين رضي الله عنه وأرضاه، شيخه اسمه الشيخ عبد الرحمن، رأى رب العزة في المنام. شيخه لسيدنا الشيخ محي الدين ابن عربي، رأى رب العزة في المنام فقال: يا رب أريد منك حكمة أعمل بها، ما بدي أسمعها من غيرك، بده حكمة من الله خاصة، ما بده يسمع من غيره. فقال الله تعالى: من أحسن إلى من أساء إليه، من أحسن إلى من أساء إليه فقد أدى نعمة الله شكرا. من أحسن إلى من أساء إليه فقد أدى نعمة الله شكرا، ومن أساء إلى من أحسن إليه فقد بدل نعمة الله كفرا، ومن أساء إلى من أحسن إليه فقد بدل نعمة الله كفرا. في ولد بيكبر صار عنده مال، والديه فقراء ما بيتعرف على والديه، هذا بدل نعمة الله كفرة. فما دام أن الله عز وجل أعطاك، وإن رأيت الذين ظلموا أكرم من ظلمك. من وصايا سيدنا لقمان لولدي، قال له: يا ولدي أوصيك باثنتين لا تنساهما، أوصيك باثنتين لا تنساهما. أول واحدة: اذكر من أحسن إليك، لا تنسى إحسان من أحسن إليك، دائما اذكر إحسان من أحسن إليك. ثاني واحدة: انسى إساءة من أساء إليك، اذكر إحسان من أحسن إليك وانسى إساءة من أساء إليك. هاي تربية الإسلام يا ابني. هذا بدنا ناخذه من الآية القرآنية. أما بنقرأ الآية ومنهز براسنا وطلعنا ما لنا أغنين شيء، نكون لحنا ما قرأنا القرآن. اذكر إحسان من أحسن إليك، لا تنسى، ولو أحسن إليك بشربة مي، خاصة إذا كان انقلب يوما من الأيام عدو. خذوا هالدرس، هذا اللي أخذته أنا من شيخي الله يرضى عنه. أحسن إليك ثم انقلب عدوا، شو لازم تعمل؟ أينما جلست إذا بتعرف مين بيوصل له امدحه، امدحه واذكر معروفه واذكر فضله حتى يوصل له، اذكر معروفه واذكر فضله
حتى يوصل له، بيصله انه انا عم اسيء له، هو عم يحسن، عم يذكرنا بالخير. فاذا الذي بينك وبينه عداوة كانه ولي حميم. هي آداب القرآن يعني. فوين ما بتقعد اذكر إحسانه إلك. أما إنسان أساء، أساء إلك، انسى إساءته إلك، لا تذكر إساءته، لأن الإنسان مبني على النقص يا ابني، ما في إنسان على الكمال. فإذا عمل شيء ناقصة انسى الناقصة تبعه وقابله مقابل الناقصة بكرامة، بعت له هدية. والنبي قال تهادوا تحابوا، الهدية تذهب وغر الصدر صلى الله عليه وسلم. فيلي عم يعاديك لما بشوف هالأخلاق هاي بينقلب حبيب صدوق مخلص. فلذلك نؤتوني بأخ لكم من أبيكم، ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. أن من صفات أهل الكرامة دائما العطاء، من صفات من اللي الله عز وجل متفضل عليهم دائما السعة على من يعاديهم. الله يرضى عن شيخنا لما استلم الإفتاء، كنت أنا دائما معه، فأتى بعض الشيوخ من يلي بيعادوا. قبل بيوم كنت شايف الشيخ بالمسكية عم بيحكي على شيخنا، قلت له سيدي في فلان بده يقابلك. قال لي ابني خليه يفوت. قلت له سيدي والله امبارح كذا 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 كذا، عم يعاديك هذا معاهدة؟ قال لي ابني خليه يفوت. تحلو تفضل. شيخنا معه، انبسط معه، حكى معه، مد ايده الشيخ على جيبته، طالع له مبلغ دفع له اياه. انا ما عاد تحملت، عدو الك وعم تدفع له. فلما طلعت له يا شيخنا، قلت له والله يعني عدو وعم تدفع له. اسمعوا هالكلمه اللي بالجوهر بتنكتب، قال لي والله يا ابني أصبحت وأنا أتلذذ بخدمة من يعاديني، أصبحت وأنا أتلذذ، ما أنه يعني بفرح لذة، وأنا أتلذذ بخدمة من يعاديني. اشتغلت بالبكاء أنا، قلت له والله أتعبت من بعدك، مين بيحسن عليها؟ واحد أسألك تكرم له؟ هي أخلاق القرآن، هي يلي لازم ناخذها اليوم من درس اليوم. فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. قالوا سنراود عنه أبوه، نبذل الجهد. ما قطع القطيع بالمرة، إذا ما بتجيبوه بعطيكم، معناتها إذا جبتوه بعطيكم. فحاولوا تجيبوا أخوكم، أنه اجتمع بأخوه الأول بده يشوف أخوه الثاني. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. هلا لح يرجعوا لعند أبوهم، يبدأوا بالحيل مرة ثانية حتى يلينوا قلب أبوهم ويرجعوا يجيبوا معهم أخوهم، فيزداد كيل بعير. فسيدنا يوسف لما أعطاهم قال لهم أنتوا 10 وهي حمل لأبيكم وهي حمل لأخيكم اللي عند أبوكم، زود لهم حملين، فإذا بجيبوه
تاخذوا زياده. صلى الله على سيدنا يوسف، ونسأل الله أن يجعلنا من المتبعين لكلام الله والعاملين به. فهذا المراد اليوم: أحسن إلى من أساء إليك وانسى إساءة من أحسن إليك. هذا درسكم اليوم. أحسن إلى من أساء إليك وانسى إساءة من أساء إليك. وصلى الله على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.